الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن لبس الخاتم للمرأة في أصبع السبابة الأيمن محرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لإنسان أن يحكم بحرمة شيء من الأمور إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فمن عمر ذمة أحد من المكلفين باعتقاد تحريم شيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، لأنه مخالف للأصل. والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين أو عن غلبة ظن. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العادات الحل والإباحة، فالأصل أن يترك الناس على عاداتهم إلا تلك العادة التي ثبت الدليل بمنعها وتحريمها. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن مردها إلى الأمور العرفية العادية، فيترك الناس على عاداتهم، فمن شاءت أن تتختم في خنصرها أو بنصرها أو إصبعها الوسطى، كل ذلك مما يسوغ ويجوز، ولا تضيق على الناس في مثل ذلك لا ذكورا ولا إناثا، ما لم يقصد الإنسان شيئا من التشبه المحرم بالكفرة. والأمر في ذلك واسع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يده اليمنى وفي يده اليسرى، والأحاديث بذلك قد صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فالتختم في الخنصر شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا، إلا بدليل الاختصاص. وفي الحديث عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال بالذهب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. فالحديث الأول أن النبي تختم في يساره، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، وكذلك في ما رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فثبت هذا وثبت هذا، فالأمر في ذلك واسع، والأصل أن يترك الناس في مثل ذلك على ما جرى عليه عرفهم، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. والخلاصة من هذه الفتية أن المرأة يجوز لها أن تتختم في خنصر يدها اليمنى أو في خنصر يدها اليسرى، ولا حرج ولا تضييق على الناس في مثل هذه العادات، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على حرمة التختم في نوع من أنواع الأصابع. والله أعلم.